وحول مضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم، يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. أهلا بك دكتورة في نشرة الثالثة. بداية، ما هي قراءتك لمضامين الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم والذي وجهه جلالته يوم أمس خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس؟ أمسي عليكم بالخير وأشكركم على هذه الاستضافة. طبعا الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم جاء معبرا عن صوت كل أهل البحرين في محتواه، خاصة أنه يعبر عن روح التفاؤل بالإنجاز والسعي لتحقيق المزيد من الخير لأهل البحرين. من أبرز المضامين اللي استوقفتني في الكلمة السامية الحرص الملكي باستدامة عمل المؤسسات الدستورية والتأكيد على تأصيل حق المشاركة السياسية للمواطنين من أجل صنع القرار الوطني، كذلك الإشادة بالدور المميز للحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كلنا نعلم بالتحديات العالمية الراهنة وسموه يقود الفريق البحريني بكل اقتدار من خلال تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي والشراكة مع القطاع الخاص. طبعا إن شاء الله في يعني مجلس الشورى سيكون خير عون لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لأن الجميع يرى في خطوات سموه ما يحمل الخير للبحرين. كما هو معروف أيضا الخطاب السامي يعتبر بوصلة عمل للسلطتين في دور الانعقاد. من أبرز التوجيهات اللي تضمنها النطق السامي وتحظى بتأييد واسع من الأسرة البحرينية الكبيرة هو موضوع رفض المساس بمنظومة قيمنا وتقاليدنا والوقوف ضد أي غزو فكري يتعارض مع قيم شريعتنا الإسلامية والفطرة الإنسانية السليمة. وطبعا يعني إن شاء الله سنكون مع أي تشريع سيسهم في تعزيز حصانة هويتنا الوطنية. نعم دكتورة، استنادا للخطاب الملكي السامي، ما هي أبرز ملامح العمل الوطني والتشريعي للمرحلة المقبلة؟ طبعا مثل ما تعرفون من بعد اعتماد أول شيء بيكون طبعا اعتماد برنامج عمل الحكومة ومشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2023-2024. فيعني من بعد اعتماد هذه البرامج السلطتين ستبحثان أيضا خطط التعافي الاقتصادي واستكمال برامج التوازن المالي ونظر البرامج الاقتصادية الأخرى اللي تسهم في استكمال استراتيجيات الدولة في القطاعات الحيوية مثل التدريب والعمل والسياحة والتكنولوجيا المالية وغيرها. كذلك موضوع برامج الدعم المالي والاقتصادي للمواطنين، مثل ما شفنا جاء في الخطاب السامي التوجيه بضرورة أن تخضع تلك البرامج للمزيد من التطوير لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، وأتوقع أن تبحث السلطتين هذا الموضوع من أجل المساهمة في الحد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وهذه غاية طبعا ينشدها الجميع. نعم سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.